يؤذن بكامل بقراءات السبع المتواترة. أخواتي السنوسي إدريس لدى جهة كلا لديك قراءة بكر كانوا كم عمرك؟ 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بغير
ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حسناً
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم. السؤال الأول نسب الكتاب أعيد القراءة. نسب الكتاب الذي اعتمد عليه الشاطبي في نظمه هو التيسير والدليل وفي يسرها التيسير قمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. ما هي شروط ورش في نقل الحركة الحمزة مع ذكر الدليل؟ ومش يعني شروطه الساكن أن يكون صحيح وأن يكون في آخر الكلمة. الدليل وحقيقة ومش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذف مسيلة. متى يصل الإمام ورش لمن جاء؟ إذا كان بعدها همزة القطع. قال الإمام الشاطبي ومن قبل همز القطع يصلها لوشين وأسكن الباقون بعد لتكمله. اشرح البيت الأول والثاني من باب مذاهب والثالث من باب مذاهب الفقهاء. مذاهبهم فقهاء. وغقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حوف الاستعلاء سوى الخاف كملا وفخما في الأعجمي وفي إرم وتكريا حتى يرى متعدلا. قال الإمام الشاطبي ورقق ورش كل راء. إمام الورش يرقق أراء كل راء وقبلها مسكنة أراء التي كانت يعني بعدها يعني أسكن. إمام ورش يرقق أراء يعني التي في يعني التي كانت بعد مسكنة ياء التي كانت بعدها السكون.
بعد الفتحة والسكون بعد الفتح، وأن يكون يعني الياء اللينة مسكنة ياء. ماذا؟ وقطوا مش كل غاء وقبلها مسكنة ياء. إمام وغش يغقق الراء التي كانت بعد اللين الياء الياء اللينة يعني. قبلها يعني. طيب. أو الكسر موصلة مسكنة ياء أو الكسر موصلة يعني، وأن يكون بعدها مسكنة ياء أو الكسر موصلة أو الكسر التي كانت يعني ليست يعني أصلية ولم يرو فصلا ساكنا بعد كسرة، وأن يكون ولم يرو فصلا ساكنا بعد كسرة، وأن يكون بعد الكسرة بعد غاء يعني السكون بعد الكسرة السكون مثلا العبرة. يعني واستثنى حروف الاستعلاء مثلا يسرى يسرى يعني. نعم نعم. ولم يرو فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء، يعني إمام الشاطبي استثنى من الحروف الاستعلاء الخاء. نعم. وفخم في الأعجمي، إمام ورش يفخم أغا التي كانت في اسم أعجمي. هو مثلا إسرائيل إبراهيم. نعم. وفخم في الأعجمي وفي إرم وحتى في كلمة إرم، إرم ذات العماد وتكريرها والتكرار لله يفخم ورش مثلا إسرارا. Thank you.